انا محب الحسنيه كهود المدينه. وثاني حاجه اللي ممكن نقول على هذا السير تيهاوي، حيت علاش ملي انت كتجي كتاخذ واحد القرار وما كتع يعني ما كترجع البال لهذا الجمهور واش باغي ولا ما باغيش، ما كنسميه سير هاوي. وثاني حاجه السي فخير، السي فخير ايه ديتي معنا جوج بطولات يعني بصحتك، ولكن هذا الجمهور ديال اكادير ما بغاكش. يعني الا فيك النفس، الا فيك النفس، الا فيك النفس راه غادي تقدم الاستقاله ديالك وغادي تمشي بحالك. حيت علاش اي نجاح ديال المدرب كيكون بالنجاح يعني بالحضور ديال الجمهور، بالجمهور، بهذا الجمهور، وهذا الجمهور ديال اكادير اسمح لينا وشكرا على ذاك جوج بطولات اللي قدمتي لينا ولكن ما بغاكش. علاش؟ حيت كاموندي عشنا معاه الحلوه والمره وجاب واحد البرنامج اهل مجموعه ديال اللعابه ما كناش غادي نشوفوا الفحلي بعد دي فين عمرنا حلمنا نشوفوا اللعابه ديال الحسنيه في المنتخب. فين عمرنا؟ دابا كتشوفوا الفئات ديال الحسنيه جميع من الكادي الميني تبارك الله اون فورم، كلشي اون فورم. شحال هادي ما شاركناش في افريقيا يعني كاموندي الفينال، الفينال ماشي نهايه العالم. والله الا سال الماتش والله العظيم الا ما بقاش فينا الحال. علاش؟ حيت علاش مشى الكاس غادي يجي كاس اخر، ولكن كاموندي قدم لنا الكثير حشومه وعرض صفته بهذه الطريقه حشومه. تحيه لمن يستحق التحيه، تحيه للجماهير، تحيه للاعبين، تحيه لمن يستحق التحيه كذلك. العيب والعار ان نسمع ان الحسنيه دخلوها ايادي الغدر. الحسنيه تقاد الفرقه الا دارت الجماهير نسينا تكيت حتى مثلا الدزيره تتساند، ولكن باش ديرش كصاحبي السيد فاخر وصاحبي ودرت لي حتى حبته من النفس، حتى ودرت لي حتى صاحبي عزه النفس صاحبي ياش كيدور تا كرين الجماهير ترام الجماهير فاخر وري لا ميران فاخر ماذا صاحبي تسكرد غير اننا عوضنا كنا نحيد كوموندي ما نتحيد لا ميان نحيد اوكسيدونيا حتى انت ولا قدر الضمير صاحبي غنكني حيد كي تجي ضاع كوموندي باش دا نسدوا القضايا اللي تقى وري داخل اللعابات في جوج داخل الوقت هذا نفتو صدر كران ديبلاسمون المسائل اللي تنقدنت اشكو الا حورتا ديال كي كوموندي انا راه كاد ليليات اذا كان صاحبي نقراتنا انا ضيانا ديوري تنقدا داح الوقت ترتفتو الوقت غير اللي ترى تحيد لاميا ولا ميا ورتا صاحبي ريان ورتا كري وسيف تاش كيت الحسنيه كلو كني ورا صاحبي راه تقل الحسنيه غير لينا التجارب الفيران والناد وكاني وين كرات تقنحي تجرب وي دغواد وين الطاقه من تقنحي جرب يا ود حسمانيه ضني كوني ربي نشكاد الصاد نسكيات وقفه احتجاجيه السيد هذا اللي ظلم كاموندي كوني ورتحت حتى طول الماتش ارتحت طول الماتش نوجدا ساعه طحين القرار اننا كودياتي الزنح كاموندي حشومه عيبوار الا حشومه عيبوار السيداد يسلك ماح يسلك ماح يغليها ويسلك من المدربين يضن وصلنا للفينال وصلنا للربع ما خلا ما دار معانا فهمتي وجابونا ثاني وجابونا واحد اللي اسمه محمد فخير هاد السيد هذا راه ما بغيناكش ديكاج وما بغيناكش تبي 20 ولا 100 وداك سيدينو تا هما يديروا معنا شي حل يديروا معنا شي حل راه حنا ما نسكتوش على حقنا. حنا كجمهور لفريق حسنيه اكادير جينا اليوم نديروا واحد الوقفه احتجاجيه اللي كنطالبوا فيها على واحد المطلب واحد اللي هو الرجوع ديال المدرب كاموندي اللي كيقول انه كاينين بعض السوسات في الفريق. هذه السيده هذه اللي ما باش تخلينا النهار الاول جرات على الدراري ديال ليسبوار سنوات هذه المره الثانيه كتمشي خسرات لنا ازار واحداد صفقات اللي مشاو بالملاير من جديده واستفدت منهم. من بعد غادي يجي جلال الداودي حتى هو غادي يطلب منها يطلب من الجمهور ان راه كدير تشوش على اللعابه شويه غادي يجي كاموندي يعني ماشي كاموندي بوحدو اللي كيطالب بالمغادره ديال لاميا كيطالبوا منها اشخاص قبال منها. واش كدير لاميا في النهار الليله ديال كاس العرش يعني هي راه هي اللي خسرات لنا النهايه ديال كاس العرش. اللعابه نورمالمون خصو يكون في كونسونتراسيون كيكون فيها المدرب واللعابه ما عند الحق حتى اي واحد يدخل لهذا لوطيل هذا باش يمشي عند اللعابه. حاجه اخرى اللي بينا راه فاخر ما بيناش فاخر اقل حاجه دارها فين كان
كان في ليفار، ليفار من بعدا كانت واحد الشوه ديالو مع القديوي ومع الجمهور اللي هز عليه واحد الميساج. من بعد مشى للزمامره، الزمامره اسبوع واحد، الزمامره غادي تقول ليه لا يعاوننا ويعاونك، ما دار معاهم ولو ولو حصه واحده تاع التدريب. يعني هذا الشيء كامل ما غاديش يجينا حنا. كيفاش انا غادي نجيب واحد المدرب عنده شوه مع ليفار من بعدا باسبوع ديال لانتريمون مع الزمامره وغادي نجيبو انا نعطيه فريق اللي كبير، فريق حسنيه اكادير، راه ماشي كفريق عادي، راه فريق، راه ما كاينش شي مدرب لعب 12 ماتش من سبتمبر حتى نوفمبر وخسر جوج ميتشان، واحد كونتر بركان وواحد كونتر في الفينال. من المحبين ديال فريق اكادير الصدفه دزنا من هنا لقينا الجمهور الحسنيه منظموا هذه الوقفه احتجاجيه تنديدا للاقاله ديال المدرب كامونتي اللي كنشوفوه حنايا احسن مدرب للفريق حاليا. قدم فريق فرجه وكيقدم كره زوينه فرجاوي، وقدم لنا فريق تنافسي اللي ما كانش عندنا من شحال هذا مده، ما كانش عندنا فريق اللي كينافس على ثلاثه الواجهات افريقيه البطوله وكاس العرش. حنا الاقصاء او عدم التتويج بكاس العرش ما كيعنيش لنا الاقاله ديال المدرب والقدوم بمحمد فخير اللي اكل الدار عليه وشارب، مع كامل احتراماتي لهذا المدرب اللي جاب جوج الالقاب مع حسنيه اكادير. وثاني حاجه الطريقه ديال باش تقال كاموندي راه ماشي هي طريقه، ماشي طريقه احترافيه ابدا وبتاتا. يشكر الاستاذ سون بدادات باش اديني يداكن غمياد اللي تسلم تربوتنا الحسنيه اللي غيتشرفن مداوني يسكر كاموندي الله قيس الزام مال الفرق قيس الا نكراس محمد فاخر. كل احتراماتي محمد فاخر ولكن كاموندي راه تقدد الحسنيه خصها تيغامه. اشكو كاموندي يكفى كي كاني تربوت الحسنيه يقاتين غير تسكفلت اللي خطيك اللي خطيك صادق صاد تكلو امور مغربي الله خطيك صاد حتى افريقيا تفطر مصر تيك كسود نطيت مصر كسود نطيت اي امور في تنسيس غا افريقيا تيك صاد كيز تربوت الحسنيه ثلاث سنينات يسمون كيز كاموندي اكدود عمر كيز تيران كلي نزرا يا اللي قبل ثلاث سنينات هاتو راه نزرا والو نزرا مي كيكوك دو اختيران نزرا اللي كثرت النفاق كثرت الاوهام الكذوب ما غير هادي كاموندي ويدي تا غير السنسل معقول اشكون معقول ورتي ترام كني غانا فكوني حراق الكاس العرش ايكاوين ما شكوني انا اختي انا اختي انا اختي يضيعن اشكون تضيع ما سنير فيما المدرب ولا اللعابه ايد الماتش هيك اللي فوق الاخبار بانه كني نتني صغير وشو اللعب نس الخاطر نص شو اللعب نس هيك اللي سيخسر اللعب المهم ورقدنا يغا ما كاس العرش اللي غيفتان ولا الخساره هيك اللي قدنا يغا ما كاموندي اللي فتان اشكون كفايه كي كان ارنتيني الى 100 ولا ماذا سيسكال الخاطر نص الله يهنيكم الله يرحم لك الوالدين فاق التساع. باسم الجمهور ديال مدينه اكادير تنقول واحد الحاجه اول حاجه نقولها هي انا لله وانا اليه راجعون. بالنسبه لفريق حسنية اكادير الطريقه باش تعامل المكتب مع الفريق ولا مع الجمهور ولا مع المدينه كامله راه شنو نقول لك واحد الحاجه اللي هي حشومه عليهم بزاف واش حقرونا ما فهمتش انا بغيت غير واحد التصريح تيخرج به الرئيس ديال الفريق يقول لنا علاش دار هذه الخطه هذه وهما كانوا تيمهدوا لهذا الشيء من قبل من بعد نقول واحد 8 شهور وما تيمهدوا وما السيده اللي كاينه معاه في المكتب بلا ما نذكر الاسم ديالها اللي هي الكاتبه العامه ديال الفريق الحسنيه ديال اكادير وهذا الشيء تيتطبق من 2001 انا كبرت في التيران ديال حسنيه اكادير وانا ولد الحي الحسني الاصل كبرت في الانبعاث وتنعرف الخبايا ديال حسنيه اكادير وعرفت المكاتب من السي بي جدي قنوامه جا وراهما والسي عبد السلام بالقشور وكذلك السي ابو القاسم استاذ التاريخ الاجتماعيات دخل الرئيس الفريق المهم هذا الشيء هذه واحد الشبكه هي شبكه منظمه وبصحتهم تيضحكوا علينا وكاين الله واخا هادشي كلشي راه كاين الله غادي تعاقبوا راه ربي تيعاقب كل واحد وشكرا شكرا للجماهير السوسيه على العناء اللي مشات تيوجدها وراه نقول لكم واحد الحاجه حنا راه ديما حسنيه وشجعنا الحسنيه فاش كانت الحسنيه تتلعب مع الاتحاد البيضاوي في التيران اقسم لك يمينا البيضاوي الاتحاد البيضاوي شجعناه فاش كانت تلعب الحسنيه في دوزيام سيري مع سيدي قاسم ومع شي فراقي اللي يمكن حتى السميات دابا هاد لي جون ما غاديش يعرفوهم والحمد لله وشكرا والتحيه للجماهير كامل اللي حضرت وديما حسنيه وديما يمازيغي ديما عيسى. ملي كتشوف دابا انت المكتب كيتعامل بواحد الطريقه اللي شويه في شكل ان البنادم لعب الفينال الغد ليه كتسمع المدرب تيقول لك المدرب راه صافي حيت ما نقولوش خدم الاستقرار نقولوا جراو عليه بواحد الطريقه غير مباشره اللي ما عجباتش البيبليك
فهمتي كيفاش بنادم كتشوفني دابا بنادم هنا كيفاش ردت الفعل ديالهم كي دايره كاين اللي اضطر يتعامل بالعنف راه حشومه بزاف والله الا حشومه والداري ولاد الفرقه ملي كتشوف انت واحد اللاعب ديال الفرقه تيبوستي في فيسبوك شي هضره من القلب ما بقى ليه والو يبكي راه حشومه كاع ومتحشومه ونتمنى من المكتب كامل يقدم لي الاستقاله بلا ما نسميهم كندوي المكتب كامل باسم جماهير الحسنيه ومحبي الحسنيه كنتفاجئوا باقاله المدرب غامودي اللي عطى اولا فرصه للاعبين تاع المدرسه وبسببه لينا كنشوفوا اللاعبين تاع المدرسه هما كيلعبوا في المنتخب ينادوا كيعيط لهم المدرب تاع المنتخب المدرب اللي عطى الروح للفرقه اللي رجع الروح في الفريق وطريقه وتم الانفصال عليه بطريقه غير حضاريه وبدون سكر مسكروه ما والو هادشي ما لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون هادشي ما كيفرح والفرقه يلا بدينا ولينا كنشوفوا الفرقه كتلعب فعلا الكونفدراليه ولينا حنا كنطمحوا على الفرقه باش تلعب على مراكز اللي طلعنا الكاس الكونفدراليه وشكرا للمكتب المسير اللي داروا فينا هذه الحاله تنشكروا الاخوان اللي جاوا ساندوا هاد الناس هادو وتنشكروا الجماهير الحسنيه اللي تتساند ديما الحسنيه حنا راه ما بغينا لا الفلوس لا والو الجماهير ديال الحسنيه تنمثل راسي تنهضر على هاد الناس كاملين جماهير الحسنيه تطالب بالتفسير ماشي بالتغيير حنا المدرب واخا خسر وبغيناه حنا راه ما تنشدوش حال هادي ما تنلعبوش على كاس العرس ما تنلعبوش على شي حاجه ديال تشامبيونز ليغ حسنيه عرفنا راه تنعرفوا الناس ديال سوس تيحبوا سوس وتنحبوا الحسنيه سمعتي داكشي باش ديبلاسينا وخسرنا الفلوس وخسرنا الطريق والجهد ديالنا والدراري دينا العروسه حتى ليه ورديناها هجاله راه حشومه هادشي راه عيب كاع هادشي هذا راه داكشي باش ديبلاسينا راه الوحده ونص وسائل الاعلام تتقول لك راه كاينه 10000 حسني نديروا لديك 10000 حسني 300 درهم راه 300 مليون ادينا كاس العرش وكاس الدونيت سمعتي حنا بغينا شي حاجه ديروا معنا الحل الا كان شي الوحيد الاول اللي خصو يطلب الاستقاله وهو الرئيس وحنا راه ما تيحكموناش البنات راه الحسنيه راه ماشي ديال واحد ولا ديال جوج ولا ديال ثلاثه المدرب الا كان يمشي راه حنا اللي خصنا نقولوا واش يمشي ولا ما يمشيش راه الجمهور ماشي نتوما ما بين ليله وضحاها حنا جايين وحق الله باقي ما صبرناش باقي كاع ما تصدمنا كاع فداك الشيء اللي درتو جيت للدار وصلت في العشيه قال لك مدرب مشى اما فخير هذا عبد المدني بلا ما الصباح هو تيهضر تيضيع لك في الحجرات راه خويا هو احمد فاضل الا عقلتي عليه السيد اللي دار معاك شي حاجه ما عرفت شنو نهار تهرس شديتيه لحتيه في كرطونات الزبل الله يعينو في الطرو في اللوكال ديال الرجاء ديال كادير ما تبداوش تكذبوا علينا وما بغيناش حنا فخير من الاخر كنتكلموا على وداد الناس المكتب المسير ديال الحسنيه ديال كادير علاش خلى هاد الساعه ربما السفينه يستقل واش بالضبط هو اللي بقى خاطرو ولا هما اللي خلاوه يستقل علاش شنو هو المنظومه في هاد الشيء كاملو علاش داروا هاد البروبليم كامل علاش ماشي حشومه بجوج دقائق تغيروا كل شيء وهاد ثلاث سنين وانتم بقاو تضربوا لابليكاسيون كامل في ثلاث سنين جيتوا تغيروا الحاله بجوج دقائق ما يمكنش اضربوا انا ما ضربتوش عليا ما ضربتش على الناس ما ضربتش على المكتب ضربوا على الجمهور اللي كيدي بلاصه كل مره كيتحنسر الشتاء والبرد في قاسي ضرب كيلومترات سمعتين خايفين عليه والديه وين هذا الشيء اللي بقى فينا حنا بالله ما عمرنا دمعنا حتى لك النهار بالله وين شمو عيب وعار وشمو حشمو على مرشد هما انتم راه لحتوا التل على هذه المدينه هذا وحق الله العظيم حشمو عيب وعار بالله السيد جا خدام والله الا راه كيسا بالله خلاكم دار معاكم جوج كاليفيكاسيونات عامين دار معاكم مشى دا معاكم داكم طل لكم في ديراليا تاع كاس العرش وفي الاخر ديرو جوج بحال ما كاين والو والا شمع بالله اخر دقائق جوج دقائق غير كل شيء خليتو كاع البيبليك كامل على قدو كيبكي والا شمع حنا ما بقاش فينا الكاس الناس راه مشاو داو لهم كاس العالم وما قالوا والو جاي يصفيهم البرد حنا كاس العرش وغيرتو بجوج دقائق ما كاينش هذيك ضرب الناس كانوا على كيلومترات انا بقى فيها غير الجمهور اللي مشى ضرب كيلومترات مشى لطنجه مشى لمراكش مشى لوجده اخر القرده عندنا وتجي انت تغير بجوج دقائق